أبشر بعزك يا سعد وفلها، أبشر بعزك يا سعد وفلها. غالي وتستاهل وشبل من عرير، وأبوك زي زوم المراجل كلها، وأبوك زي زوم المراجل كلها. المعجلة والمحزمة اللي ما يلين، وشاد من حد السيوف وسلها، وشاد من حد السيوف وسلها. هذه عوايدكم عساكم سالمين، أقولها يا لابتي وعلها، أقولها يا لابتي وعلها. واختامها صلوا على الهدي لمن، أخير من كثر العلوم وقلها، أخير من كثر العلوم وقلها. يا تغناك عندك العلوم وجلها، تغناك عندك العلوم وجلها. ارحبوا 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 مرحبا ومسهلا. ارحبوا ارحب ارحب يلا حي مرحبا. ارحب
ارحبوا يلا حيهم مرحبا ومسهلا. ارحبوا يا رجال ارحبوا 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 يلا حيهم ارحبوا يلا حيهم ارحبوا ارحبوا يا رجال السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا ومسهلا يلا السلام عليكم. مرحبا يلا حيه ارحبوا ارحبوا حياكم الله ارحبوا. السلام عليكم. ارحبوا يا مسهل الله يحييك. كان قربت السيارة يا أخي. يا ولد خف له قدم. ارحبوا يا ابو علي ارحبوا 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 مرحبا ومسهلا يا مرحبا ترحب باللي حضر وغايب اللي اعتذر والله يحييكم وانت والبراق
ارحبوا ارحبوا يا المدعف، ارحبوا ارحبوا مرحبا وما شاء الله. مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ هذا لعوانيكم يسلمون عليكم. مرحبا وسلام. جوكم ب 11,000 ومشاركين ومباركين، والله يبارك للجميع، والله يمنع ذا الجيه ان شاء الله من صلاة بقعة، والله يجعل زواج مبروك، ان كان واجب تستاهلونها وان كان شوي اعذرونا عليها والمحبة وراها وسلامتكم. وانت سالم يا ابو محمد، الله يحييكم، احسن ما مشيتوا لي وافين، وعلومكم غانمه والطماعه فيكم ما هو في اللي جيتوبه، واللي جيتوبه وافي ومرحبا ومسهلا، وقلتوا والله يحييكم. الله يحييكم وانت ود لنا الجمال والتمام مع طوال العمر، الله يحييكم يا جزاكم الله بالخير جميع وعلى البركة. يا أبو عايض جيناك أخوانك وربعك الشديق اللي دعيتهم بمبلغ 3,400، كان واجد تستاهل، كان شوي في الزودة المحبة والحضور معهم سعود بن محمد الحجام غايب لظرف عنده، ومرضي بن سفير الخثعمي وعلوش بن شلوب، واسماهم بالبيان، وسلامتكم جميع. الله يحييكم، حسام ما مشيت ولا جيت ومرحبا بكم، وقلت والله يحييكم، واللي يجي دوبه وافي وانتم وافيين ومرحبا ومسهلا. ارحبوا ارحبوا يلا حيوا ارحبوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين مبارك؟ عندك يا أبو عايد، أرح ورح. قلبك قلبك. شوف إخوانك. قلب سنون، هل العطر. نجيه رجال يشوف تشوف. مرحبا. معنا المادة. أنا واجب تستاهلها وأنا قليلة في الأجواد عذارة. سلامة الجميع. وأنتم سالمين ومرحبا ومسهلا، وأنتم راس مال ومجدوا بكافي وافي. وبطوا الله يحييكم، حسام ما مشيتوا لين جيتوا. الله يحييك. أرح يا أبو عايد، أرح بكل. عدوا الله يحييكم، عدوا. ارحب يا ابو محمد، ارحب. تفضل تفضل عد، حياكم الله. ارحب ومرحبا ومسهلا. اقلط والله يحييك ومرحب. صدقني والله ارحب ومرحبا. الله يحييك والله يحييك والله يحييك والله يحييك. ارحب ورحب الشيخ معهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم بخير جميعا. مساكم الله بالنور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الله بن راجع بن بشر ونعم من اخوانه وعياله ونعم جاي مشاركين ومهنين ابو خالد لك ولاخوانك والولد 90. ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم بخير. يا مبلغ رمز عطاء ابو خالد، وانتم حقكم عندنا اكبر من ذاك الابوه. يا ربطنا اخوه وعلوه، وانتم راس مال النبي ذي بغيرها. فهذا مبلغ 5000 ريال يا ابو خالد، فالنواجب يستاهلونه من شوي توفيه الاخوه اللي بيننا. ومعنا بشت من عبد الله بن راجح بن عبد الله الزميل واخوه سعيد بن مبارك. هذا وسلامتكم وسلامه الجميع. الله يحييكم. سلمتوا ولا انتم والله يحييكم. الله يحييكم يا جباره، مرحبا ومسهلا. رابع وفاقه وعواني، والله يحييكم. وقرطوا والله يحييكم حساب الحياة. ما ضرب والله يحييكم حساب الحياة. أرحب يا شيخ. الشيخ يا دول، البشر يا دول داخل بالمجلس، والله يحييكم جميعا. اقلطوا كيف حالك؟ ولد عندنا في سواك هبة ريح، والله يحيي الجميع. من علماء الرمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد بن عبد الله السروري. مبارك بن عوض الشيطاني. محمد سالم بن سعيد. سعيد بن سالم. أنا كلنا معنا مدة عقد. أنا هو أستاذ أنا رجلي. فيها الحق والكثير من الأجر. سلامتكم. يا سلام 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 يا س
ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام الله يهديك. صلوا على محمد. صلوا وسلم عليه. اسعيد المبارك. عندك هذا الاخوياك على الصواريخ. اخوياك من الجامعه. جايين مباركين ومهنيين. العجب نفعتهم هي نفعه 49,700 و10,000 من عند خالد فهم وحمدان الشلوي وخديجه من عند اخوك عثمان الاكلمي وسلامتكم. الله يحييك بحساب الحياه. ومرحبا ومسهلا ومعكم الشيخ احمد بن محمد بن سحمان شيخ كبير الجنب. ارحب الله يحييكم بحساب الحياه. والله يجمل حالكم، علمكم غانم مع خويكم ومع غيره. والله يجمل حالكم. وقبيلة الجنبه يعزمونكم، صبيان الجنبه يعزمونكم ويرحمونكم. القعبه ان شاء الله بكره. وسوي واجبكم جميل، والله يحييكم ولا في الا موت الدم. لكم حق وحقكم ثابت على الجميع. جعل والديك الجنه. احنا عارفين بالمشاغل وسلامتكم. اللي بتقدمونه الليل يكفي. لكم حق وطوال العمار، احنا دارين سفركم بعيد. والله يجمل حالكم، جايين من مناطق بعيده. لكن يشهد الله انه ودنا نفعل واجبكم، كل واحد منكم له حق والقبيله ودهم بكرامكم وسلامتكم جميعا. جعل والديك الجنه مره. اللي يكفي عن اللي بفطر بكم. الله يحييكم، الله يحييكم، تفضلوا. والله يحييكم. وارحب ومرحب. والضادي يلقى عندنا سمن وسمن والكاذ وعلوم الرجال ودلها والكاذ وعلوم الرجال ودلها. يا ابو مبارك يا عشير الغانم ابشر بعزك يا سعد وفلها ابشر بعزك يا سعد وفلها. غالي وتستاهل وشبل من عرين وابوك زي زم المراجل كلها وابوك زي زم المراجل كلها. المعجلة والمعزم اللي ما يلين وشاد من حد السيوف وسلها وشاد من حد السيوف وسلها. هذه عوايدكم عساكم سالمين اقولها يا لابتي وعلها اقولها يا لابتي وعلها. واختامها صلوا على الهادي لمن خير من كثر العلوم وقلها خير من كثر العلوم وقلها. يا تغناك عندك العلوم وجلها تغناك عندك العلوم وجلها. طوعة تحت هبتكم أمة الحنين وديارك محدن قدر يحتلها وديارك محدن قدر يحتلها. حنا بنت أغلاط ودايم غالب كبد نداويها وكبد علها كبد نداويها وكبد علها. الخصم ما نعرف نسوي لكم نقدام ونمسك لعيته وانت لها نقدام ونمسك لعيته وانت لها. والضيف يلقى عندنا سمن وسمن والكذب وعلوم الرجال ودلها والكذب وعلوم الرجال ودلها. يا ابو مبارك يا عشير الغانم ابشر بعزك يا سعد وفلها ابشر بعزك يا سعد وفلها. غالي وتستاهل وشبل من عرين وابوك زي زم المراجل كلها وابوك زي زم المراجل كلها. المعجلة والمعزم اللي ما يلين وشاد من حد السيوف وسلها وشاد من حد السيوف وسلها. هذه عوايدكم عساكم سالمين اقولها يا لابتي وعلها اقولها يا لابتي وعلها. واختامها صلوا على الهادي لمن خير من كثر العلوم وقلها خير من كثر العلوم وقلها. أرحب وارحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته، نحمده سبحانه على سابغ إنعامه وجزيل فضله. خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، وجعل بيننا مودة ورحمة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية ومعلم البشرية محمد بن عبد الله الهادي إلى سبيل السلام. حث على الزواج ورغب فيه قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إدراكا منه صلى الله عليه وسلم لحقيقة البقاء البشري. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام مثل عرف المسك طيبا، وحسنا مثل أزهار الرياض، سلاما نردفه بترحيب وتهليل وتقدير وتبجيل بهذه الوجوه المشرقة التي أنارت المكان وأسعدت أهل المكان. فحياكم الله تحية نقدمها باسم أصحاب الحفل الشيخ مبارك بن عايض وإخوانه وأبنائه، وباسم شيخ وأعيان قبيلة الجنبة الشيخ محمد بن سحمان الجنيبي. فنقول لكم: حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً، نزلتم عند أهل وقربة، وعلت بمجلسكم الرتبة. تحية نعلنها بنفس ملؤها المحبة والتقدير. ثم لا ننسى أن نتقدم بأخلص التهاني وأصدق التبريكات لفارس هذه الليلة الشاب سعيد بن مبارك الأكلبي على إتمام دينه، ونهنئه بهذا الزواج المبارك الميمون، ونقول له كما قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ضيوفنا الأعزاء، نقف وإياكم من خلال هذا الحفل الخطابي على بعض مشاعر الأحبة تجاه هذه المناسبة من خلال المشاركات ومن خلال هذه الكلمات، والتي نستهلها بخير كلام وأفضله، وهو كلام الله عز وجل، آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا عبد العزيز بن محمد الجنيبي الأكلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. ضيوفنا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم يا من أتيتم لتشاركونا فرحتنا للشيخ محمد بن سحمان شيخ قبيلة الجنبة كلمة بهذه المناسبة يلقيها بالنيابة عنه ابنه الشيخ أحمد بن محمد بن سحمان الجنيبي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة مشايخ القبائل الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً، في هذه الليلة المباركة، حفل زواج ابننا الشاب سعيد ابن مبارك بن عايض الجنيبي، نبارك له في زواجه، ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير.
أود في هذه الليلة المباركة أن أتطرق بما ننعم به من أمن وأمان في هذه الدولة الغالية المملكة العربية السعودية بقيادة ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاهم وبما ننعم به من أمن وأمان وخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الجنود البواسل على حدود المملكة وأن يسدد رميهم ويشفي مرضاهم ويرحم شهداءهم. في الحقيقة الكلام يطول، باسم قبيلة الجنبة عامة وباسم نيابة عن شيخ القبيلة الشيخ محمد بن سحمان نقدم عزيمة لمشايخ القبائل الموجودين والقبائل سواء من أكلب أو من خارج أكلب. قبيلة الجنبة يقدمون لكم عزيمة خاصة والكلام للجميع. أخيراً أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يعز دينه ويعلي كلمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم لأصحاب الحفل مشاعر امتنان وعرفان لكم، يقدمها لكم نيابة عن والد العريس الدكتور علي بن ذيب الجنيبي الأكلبي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أسعد الله مساءكم جميعا، وحي الله مقدمكم فردا فردا. تشرفنا هذه الليلة بمجيئكم وتلبيتكم لدعوة أبو خالد، الله يحييكم جميعاً مشايخ القبائل والضيوف والربع والرفاقة، حللتم أهلاً ووقعتم سهلاً، وحي الله مقدمكم. ازدانت هذه الليلة بمجيئكم، ولم يكن لهذا الحفل أن يكتمل بعد توفيق الله لولا تلبيتكم للدعوة وتشريفكم لنا هذه الليلة، ونحن ننعم ولله الحمد في هذا الأمن وفي هذا الأمان في هذه الدولة المباركة التي حباها الله بوارف الأمن ونعمة الأمان بقيادة حكيمة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رعاه الله ووفقه. هذه الليلة ليلة سعيدة تشرفنا فيها بمجيئكم، فأهلاً وسهلاً بكم وممتنين لحضوركم، وحياكم الله وأهلاً وسهلاً بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، لا يمكن لنا في هذا المقام ولا أي مقام أن نتخلى عن الصالحين وكلامهم ولا نبعد عن مجال التناصح والتواصي بالحق. نترككم الآن مع الأستاذ سعيد بن عبد الله العواجي الأكلبي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نقول بارك الله للمتزوج وبارك عليه وجمع بينهما في خير، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. أيها الإخوة الكرام، أجمل ما يتأمل المتأمل ويظن الظان أن يحسن الظن بالله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي
فليظن بي ما شاء، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. وإن أتاني وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لا إله إلا الله، هذا هو الله رب العالمين الغني الملي، ونحن الفقراء، ومع هذا يتقرب إلينا سبحانه وتعالى أكثر مما نتقرب إليه. وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل كبير في السن قد أحدودب ظهره ونزل حاجبيه على عينيه، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً ما ترك سيئة إلا فعلها، لا حاجة ولا داجة إلا ارتكبها، لو وزع ذنبه على أهل الأرض لأوبقهم، أله توبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسلمت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الكرمات وتترك السيئات؟ قال: نعم. قال: يبدلهن الله لك خيرات. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وما زال يرددها يقول الراوي حتى غاب عن الأنظار. نعم عبد الله، أحسن ظنك بالله جل وعلا، فهو القائل: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بها مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الواجب على المسلم أن يحسن الظن بربه ثم ويحسن العمل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات، وصلى الله على محمد، وجزاكم الله عني خيرا. الشعر ديوان العرب، يحفظ تاريخهم وينقل أخبارهم ويحيي مناسباتهم. قصيدة شعرية لهذه المناسبة يلقيها الأستاذ سعيد بن عايض بن علي الجنيبي الأكلبي، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا ومسهلا بالجميع، الله يحييكم. في البداية نبارك المتزوج ونقول له كما قال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. قصيدة متواضعة بيتها قليلة، اعذرونا على قلها. يا الله يلي ما يغرك ولا شيء، عالم مكنون الصدور وسدادها، أخرجت من صم الصفا صافي المي وسامك سما من دون تسمك عمدها، أسألك الرحمة اللي أقصر الفي وتغفر ذنوب ما حصينا عددها، نخطي وتعفي ثم نخطي وتعفي وحر الخطايا برد عفوك بردها. من بعدها يا رايد الحفل والحي باسم الحرارة اللي يشوق هددها، يا مرحبا وإعداد ما يبدي الضي اللي حناديس الغداري بجدها، في حفل مله سند العلم يا في رعى الوفا ريف الضيوف وسعدها، رجل المواقف لازم العلم يزمي عين يشوقها وعين الرمدها، واختامها يا غافر الذنب والسيء تحفظ حكومتنا وتم من بلدها. سلامة الجميع. صح لسانك. نتواصل مع الشعر والشعراء. قصيدة للشاعر هذال بن حزام بن منشط الجبيري الأكلبي، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً بارك لأبو مبارك، الله يبارك له. ثانياً هذه مشاركة بسيطة وأرجو أنها تنال إعجابكم. يقول يا الله يلي عليه مدبرات الأمور، يا الله يلي عليه مدبرات الأمور، يا واحد ما رجينا غير فضله أحد، لسكرن الدروب وضيقن الصدور، والعارف اللي تعدها في لزومك جحد، يا رب جرني من العثرة ودرب العثور، واجعل لنا منك يا رب البرية مدد، يا هاجسي استحث معبرات الشعور، باللي على رغبة الضميانة مثل الثمد، لصار ما سجلت لي بين ربعي حضور، ولا ابن منشط مع ربعه يكمل عدد. ما عليكم زود. لصار ما سجلت لي بين ربعي حضور، ولا ابن منشط مع ربعه يكمل عدد. من بعدها أتقدم بين كل الحضور بالموقف اللي مع الصاحب يقال ويعد، في موقف أنه تقدم له كل سرور، على الوعد أسبق الخطوة وعده عهد، وأنا على موقف الوافي حريص غيور لعيون أبو خالد مبارك وطير الهدد. في موقف للجنيبي والرفيق مخبور، المحزم اللي على كل المواقف سند، ربع بن سحمانة يامر أمر ولا يشور أسود، يقودها عند المواقف أسد. يا مرحبا عد ما شعشع من الشرق نور، وعداد ما لاح براقن وحن الرعد، مذمون هالبنة الأشقر والفرح والسرور، والعود الأزرق مع الترحيب قدر يمد، بضيافة التغلبي ما هو كبر وغرور، من التواضع يعد الضيف، أيها من التواضع يعد الضيف أخ وولد، وصلاة ربي عدد من طاف يوم النفور على رسول الهدى يا من يقول وشهد. سلامتكم. صح لسانك واعتلى شانك ولا هنت. قصيدة شعرية للشاعر مفرح بن قبيل الجنيبي، لكل بي فليتفضل. الله يحييكم يا ضيفان. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 لا. أما ذا الليل عند مبارك يا الله عسى عمره مديد، راسيا من رواس القيف الأمان بدال القيف لازم، صدر أمره مثل ما يصدر أمره الملك سلمان بن عبد العزيز، باسمي وباسم أبو خالد وباسم القبيلة كلهم، مرحبا مرحبا يا كل ضيفان وصل والليل فانا، عند من يكرم ضيوفه وحاز المراجل كلها، عند من يكرم ضيوفه وحاز المراجل كلها. بديت بسم الله الرحمن جل وتعالى الحي دايم، لا إله إلا أنا غيره ولا ينعبد سواه، الله اللي عطانا والله اللي عفانا يا ابن وادم، احمد الله فإن الحمد يعطي النعم شكر الله، احمد الله فإن الحمد يعطي النعم شكر الله. بعدها عند ربعي هيبة الحد صبيان الجنيبي،
اللاب ما عليكم زود بعدها عند ربعي هيبة الحد صبيان الجنيبي اللاب هلايتنا ومسني لي يا قوم تغني باسمهم والله أنها للتاريخ والمجد من ماضي وحاضر والتغالب ملوك الأرض في سلم ولا في جال وما ذا الليل عند مبارك يا الله عسى عمره مديد راسيا من رواس القيف الأمان بدال القيف لازم صدر أمره مثل ما يصدر أمره الملك سلمان بن عبد العزيز باسمي وباسم أبو خالد وباسم القبيلة كلهم ما عليكم زود باسمي وباسم أبو خالد وباسم القبيلة كلهم مرحبا مرحبا يا كل ضيف وصل والليل فانا عند من يكرم ضيوفه وحاز المراجل كلها عند من يكرم ضيوفه وحاز المراجل كلها لا عند من يكرم ضيوفه وحاز المراجل كلها سلامتكم والله يحييكم بيض الله وجهك يا أبو قبيل ولا أنت مشاركة من الشاعر سعد بن محمد بن مذعف الهزري الأكلبي فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نسأل الله الذي لا إله إلا هو كما جمعنا في هذا الجمع المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته وأن يرحمنا وهو أرحم الراحمين وأن يديم على هذا البلد الأمن والأمان والاستقرار الحقيقة أن ضيوف أبو مبارك انحقهم على كل أكلبي هنا ويشهد الله أن ودنا أن أكرمناهم ولكن اعتذروا و والله ما عادنا كلام من بعد أبو خالد وانت سالم القصيدة فيها قصيدة نصيحة عسى أن تنول إعجابكم يقول التعب لا صار مخلوف كني ما تعبت والجرح والتون لا صار ما له فائدة ندري ما للمخاليد غير اللي كتبت يا عظيم لك وجيه الخلايق ساجدة بو محمد قال وقت الشقا شيب وشبت ما لحد لو كان ربع الحياة الزاهدة في ابني آدم اغنم الروح حدك ما نشبت تحت هيال الرمل واللحود اللاحدة ولا تقول ان المنية هل يا ما جات تبت ولا جل قريب منك وانت مباعدة ولا تجاهر بالمعاصي ليا من كرت كبت يسترك رب المخاليد وانت تعانده وانت حدك حي هرجك بريء الا نصبت من يقادل عنك لا صرت جثه هامده وانتبه تفرح ليا منك في الدنيا كسبت مال ولا عافيه كل بوها بايده وانتبه تفرح ليا منك في الدنيا كسبت مال ولا عافيه كل بوها بايده والله ان كان معانك على الروح وحسبت للوفا والدين والطيب ترها تايدة ومثل ما ترضى على نفسك اليا منك غبت ارضى الجارك اليا غاب دون تعاهده وجهز حزاما يجمل اليا منك كربت للعدو ولا شياطين لنس الماردة والصلاة اعداد ما اهتزت الارض وربت وانبتت على منخة من نبوة شاهدة سلامتكم جميعا صح لسانك يا أبو محمد بيض الله وجهك الشيخ أحمد بن محمد بن سحمان يتفضل معنا لتكريم المشاركين فليتفضل تكريم الشيخ عبد الله بن راجح بن بشر فليتفضل تفضل عايد ولا
تكريم الشيخ علي بن سعيد بن غصن مشوي الأقلبي، أن يتفضل. مشكور. نكرم الشاعر هذال ابن حزام بن منشط الجبيري لأقلبي، فهل يتفضل. تكريم الشاعر سعد بن محمد بن مذعف الهزري الأقلبي، فليتفضل. الأستاذ سعيد بن عبد الله العواجي الأقلبي. المنشد عبد الرحمن بن سعيد الشيحاني الأقلبي، فليتفضل. الأستاذ سعيد بن عايض بن علي الجنيبي الأقلبي. الشاعر علي بن شارع الرئيس الجنيبي الأقلبي. الشيخ أحمد يستاهل، بيض الله وجهك على كل حال. لا أنت يا أبو محمد، الله يبيض وجهك ويجمل حالك. الآن مع شيلة بهذه المناسبة
من كلمات الشاعر علي بن شارع القويس الأكربي وإنشاد المنشد عبد الرحمن بن سعيد الشيحاني الأكربي. وختاما نشكر لكم حضوركم وحسن استماعكم، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا الأفراح والمسرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وداور صوت العريق شلها يا لاد جانب، وانت والحصن الحصن مثل الجبال اللي يظل ظلها، مثل الجبال اللي يظل ظلها. حنا بني تغلب ودايم غالب، كبد نداويها وكبد علها، كبد نداويها وكبد علها. الخصم من عرف نسوي لك من نقدام، ونمسك لحيته وانت لها، نقدام ونمسك لحيته وانت لها. كم أمة الحنين ودياركم محدن قدر يحتلها، ودياركم محدن قدر يحتلها. حنا بني تغلب ودايم غالب، كبدن نداويها وكبدن علها، كبدن نداويها وكبدن علها. الخصم ما نعرف نسوي لك من نقدام، ونمسك لحيته وانت لها، نقدام ونمسك لحيته وانت لها. والضيف ينقع عندنا سمن وسمن، أبشر بعزك يا سعد وفلها، أبشر بعزك يا سعد وفلها. غالي وتستاهل وشب لمن عرين، وابوك زي زوم المراجل كلها، وابوك زي زوم المراجل كلها. المعجلة والمعزم اللي ما يلين، وشد من حد السيوف وسلها، وشد من حد السيوف وسلها. هذه عوايدكم عساكم سالمين، أقولها يا لابتي وعلها، أقولها يا لابتي وعلها. واختامها صلوا على الهادي لمن، أخر من كثر العلوم وقلها، أخر من كثر العلوم وقلها. تغناك عند قلع العلوم وجلها، تغناك عند قلع العلوم وجلها. طوعات تحت هبتكم أمة الحنين، ودياركم محدن قدر يحتلها، ودياركم محدن قدر يحتلها. حنا بني تغلب ودايم غالب، كبدن نداويها وكبدن علها، كبدن نداويها وكبدن علها. الخصم ما نعرف نسوي لك من نقدام، ونمسك لحيته وانت لها، نقدام ونمسك لحيته وانت لها. والضيف يلقى عندنا سمن وسمن، والكيف وعلوم الرجال ودلها، والكيف وعلوم الرجال ودلها. يا ابو مبارك يا عشير الغانمين، ابشر بعزك يا سعد وفلها، ابشر بعزك يا سعد وفلها. غالي وتستاهل وشب لمن عرين، وابوك زي زوم المراجل كلها، وابوك زي زوم المراجل كلها.
المجله والمحزم اللي ما يلين وشد من حد السيوف وسلها وشد من حد السيوف وسلها هذه عوايدكم عساكم سالمين اقولها يا لابتي وعلها اقولها يا لابتي وعلها واختامها صلوا على الهادي لمن خير من كثر العلوم وقالها خير من كثر العلوم وقالها